وزير التجارة والصناعة كشف أيضا خلال جولته عن تخصيص 150 مليون دولار من قرض البنك الدولي لقطاع الصناعة في محافظتي سوهاج وقنا. الجزء الخاص بالصناعة اللي هيتحط في قرض البنك الدولي الخاص بسوهاج وقنا في حدود 150 مليون دولار، ده غير ترفيق المناطق الصناعية اللي حاليا موجودة واحنا بنعمل على تطويرها. يعني احنا كنا بنشتغل في غرب جرجة في الكوثر، تم ترفيق دي كلها حاجات احنا بنشتغل فيها بحيث يبقى في اراضي جاهزة بالمجان في الصعيد لكل المستثمرين بغض النظر عن حجم المستثمر.